سد النهضة أول رد فعل من مصر على فيضانات القادمة من السودان، ومطاردة خطيرة 30 دقيقة بين الشرطة وسيارة على الطريق الدائري في مشهد نادر، ومعجزة إلهية مصرية، بنت مصرية تعود إلى الحياة بعد توقف قلبها 10 دقائق في الإمارات، وضربة كبرى من الداخلية المصرية في ميناء الإسكندرية، وتحذير عاجل من رسالة نصية تخترق حسابك على واتساب. اوعى تفتحها يا عزيزي المشاهد، هقولك على التفاصيل في الفيديو، وتعرف على خطوات حجز مكان انتظار سيارتك امام منزلك. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار، واضغط على زرار اعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها وهتفجروا التعليقات. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، ومطاردة خطيرة 30 دقيقة بين الشرطة وسيارة على الطريق الدائري في مشهد نادر. أمرت جهات التحقيق في مصر بحبس سائق مخمور ضبطته الشرطة يسير عكس الاتجاه وبسرعة جنونية على طريق الدائري في اتجاه المعادي. وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره أحد قائدي سيارات رصد سيارة الشرطة وهي تلاحق السائق المخالف، حتى تمكنت من استيقافه والسيطرة عليه بعد مرور قرابة ساعة ونصف على حسب رواية شهود العيان. وبداية هذا الحادث كانت بملاحظة الخدمات المرورية سيارة ربع نقل تسير بسرعة جنونية في عكس الاتجاه أعلى الطريق الدائري، وتم الاتصال مع غرفة عمليات المرور التي أمرت بملاحقة تلك السيارة، حيث انطلقت سيارة شرطة من أحد ارتكازات المرور ولاحقتها. بادرت الإدارة العامة للمرور بغلق الطريق بشكل جزئي لحين ملاحقة السائق والسيطرة عليه، وكذا حفاظا على حياة المواطنين وقائدي سيارات الملتزمين باتجاه السير والسرعة المحددة. وبعد مطاردة وثقها أحد قائدي سيارات، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على السيارة المسرعة واستيقافها وضبط السائق والذي كان في حالة عدم اتزان. وتبين من الفحص أن السيارة ربع نقل تعود ملكية هذه السيارة لإحدى الشركات ومحملة بأجولة دقيق. وبعد سؤال السائق المتهم عن تراخيص التسيير تبين عدم حمله ثم التراخيص كما ظهر في حالة من عدم الاتزان، وبعد تفتيشه عثر على كمية من مخدر الاستروكس. وأثناء اتخاذ إجراءات تحرير محضر ضبط قائد السيارة، حضر قائد سيارة ملاكي واتهم الأول بالاصطدام بسيارته أثناء سيره عكس الاتجاه والتسبب في إصابته التي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى جهات التحقيق التي أصدرت القرار المقدم. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني إن حادث أو يعني مطاردة تحصل لمدة 30 دقيقة وخصوصا على الدائري، شخص ماشي بسرعة جنونية عكس الاتجاه، سيارات ماشية قدامه هو بيتفادى هذه السيارات وهو يعني تم ضبطه بمخدر استروكس، فأعتقد أنه كان يعني قام بتعاطي المخدرات قبل أن يقود تلك السيارة، فبسبب المخدرات اللي هو يعني شربها مشي عكس الاتجاه وكاد أن يتسبب في كوارث، بل هو تسبب في بعض الكوارث بالفعل. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، سد النهضة أول رد فعل من مصر على فيضانات السودان. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، وذلك للإطمئنان على الأوضاع في السودان الشقيق بسبب الفيضانات التي تعرضت لها عدة ولايات سودانية، حيث جدد الوزير شكري تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا مع الأشقاء في السودان في إطار الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات على ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية
والدفع قدما بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن تناول الوزيرين العديد من الموضوعات في إطار وحدة الرؤية تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعتقد أن أهم قضية يعني اتكلموا فيها هي قضية سد النهضة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر. يعني فعلا دي معجزة إلهية، معجزة إلهية. بنت مصرية تعود إلى الحياة بعد توقف قلبها 10 دقائق في الإمارات. أفاد تقرير طبي صادر من مستشفى خاص بالإمارات بأن مريضة مصرية وصلت إلى قسم الطوارئ وقلبها متوقف لأكثر من 10 دقائق، وأنه تم إنعاشها وعادت للحياة بحسب صحيفة الإمارات اليوم. في التفاصيل، أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى أن موظفة مصرية تعرضت لتوقف مفاجئ للقلب أثناء وجودها على رأس عملها، فتم نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى خاص قريب من مقر العمل، حيث تولى فريق طبي عمل إنعاش للقلب حتى عاد ينبض من جديد. ودخلت الموظفة في حالة غيبوبة، وكشفت الصحيفة أن المريضة ظلت في العناية المركزة لمدة 36 ساعة قبل أن تستعيد الوعي مرة أخرى، ولكنها بدأت تعاني بطئا في الاستيعاب وفقدان للذاكرة جزئيا، وبلغت كلفة العلاج 36,000 درهم. الصحيفة أشارت أن الطبيب طلب بسرعة نقلها المستشفى حكومي لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لإنقاذ حياتها من الخطر، مشيرة إلى أنه تم نقلها على الفور إلى مستشفى دبي وتم إجراء العلاج اللازم لها. المصدر معنا كان من الإمارات اليوم. يعني طبعا معجزة إلهية، من القلب يتوقف لمدة 10 دقائق، 10 دقائق كاملة، وبعد كده القلب يرجع ينبض من جديد. ده شيء يعني فعلا فعلا معجزة إلهية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ضربة كبرى من الداخلية المصرية في ميناء الإسكندرية. نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحري، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة وكذلك جرائم تهريب القطع الأثرية المحظور تداولها. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام صاحب شركة برمجيات كمبيوتر يحمل جنسية إحدى الدول كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها، عبارة عن أمتعة شخصية داخل إحدى الحاويات. كما أكدت التحريات أن الحاوية المشار إليها تحوي قطع أثرية محظور تداولها. بعد تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها. أسفرت أعمالها عن ضبط 5 أبواب كبيرة الحجم و2 قطعة أثاث، وجميعها ترجع للعصر العثماني وتخضع لقانون حماية الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وتحذير عاجل من رسالة نصية تخترق حسابك على واتساب. اوعى تفتحها يا عزيزي المشاهد، هقول لك دلوقتي على التفاصيل. يحتاج مستخدمو تطبيق المراسلة الفورية واتساب إلى توخي الحذر من رسالة نصية خطيرة تخترق حسابك الشخصي خلال ثوان معدودة، وهي واحدة من أكثر طرق الهاكرز للوصول إلى حسابك الشخصي بالوسيلة الجديدة التي تعرف باسم عملية احتيال رمز التحقق. ونظرا لرغبة مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي في الحفاظ على خصوصية حسابهم الشخصي، نرصد لحضراتكم الرسالة النصية الخطيرة التي يمكنها اختراق حسابك على واتساب وطريقة تجنبها وفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية. وعادة ما يتلقى مستخدمو واتساب رسالة تنبيه من شركة المراسلة الفورية عندما يحاول شخص اختراقك، تحتوي على رمز تسجيل الدخول، وهو رمز المصادقة الثنائية الذي يتيح لك تسجيل الدخول إلى حسابك لأنه يثبت أنك تمتلك رقم الهاتف. ولكن عندما تصلك رسالة واتساب من صديق أو أحد أفراد العائلة على غرار مرحبا، لقد أرسلت إليك عن طريق الخطأ رمز تسجيل الدخول إلى واتساب، هل يمكنك إعادة إرساله إلي من فضلك؟ ما حدث هو أن شخصا غريبا قد اخترق حساب إحدى جهات الاتصال الخاصة بك،
ثم حاول تسجيل الدخول على حسابك، ولكنه يحتاج إلى الرمز الثنائي الخاص بك. لذلك إذا قمت بإرساله إليهم فسيتمكنون من تسجيل الدخول باسمك وإخراجك من حسابك الشخصي. ويمكن للشخص المخترق استخدام نفس الحيلة باستخدام الرسالة النصية ذاتها للاستيلاء على الكثير من أصدقائك على تطبيق واتساب، وينخدع الكثير فيها لأنها عملية احتيال تعتمد على أن أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة قد طلب منك خدمة. تعالوا نعرف طريقة تجنب الرسالة النصية على واتساب. عندما تتلقى رسالة نصية على تطبيق المراسلة الفورية واتساب تطلب رمز التحقق من واتساب، فعليك تجاهلها تماما. وقد يكون من المفيد أيضا إبلاغ الشخص الحقيقي للحساب الذي تعرض للاختراق وأرسل إليك الرسالة بأنه قد تم الاستيلاء على حسابه باستخدام تطبيق مختلف عن تطبيق واتساب. مصدر معانا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق بمعنى إن لحد جي على الواتساب وقال لك لو سمحت من فضلك أنا بعت لك رمز التحقق بالغلط. رمز التحقق ده اللي هو مكون من 5 أرقام، 5 أرقام مختلفين بتحطهم عشان تعمل استرداد لحسابك أو لرقم تليفونك. اوعى تديله الرقم ده لما حد يخش يقول لك لو سمحت يا أستاذ فلان أنا الرقم اتبعت لك بتاع التأكيد عاوزه عشان أأكد بيه حسابي أو ده الرقم ده خاص بيا. اوعى تديله الرقم وتجاهل الرسالة تماما وما تفتحش يعني المحادثة بينكم. ده أفضل شيء، أو ما تدوسش على أي رابط، ده هيضمن لكم إن شاء الله عدم اختراق يعني حسابات الواتساب، وخصوصا يعني لو الحساب ده فيه معاملات مالية أو تستخدمه في العمل أو ممكن يعني يبقى عليه شغل مهم جدا، فخلي بالك كويس قوي من طريقة الاحتيال دي. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، ويتعرف على خطوات حجز مكان انتظار سيارتك أمام منزلك. بدأ تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات رقم 150 لسنة 2020 بعدة مناطق على مستوى الجمهورية، والأوراق المطلوبة للحصول على تصريح لحجز مكان انتظار السيارة أمام العقار الخاص بك هي: 1. صورة بطاقة الرقم القومي، صورة رخصة السيارة، إحضار الأصل للإطلاع عليه، تقديم الأوراق المذكورة مع طلب حجز مكان الانتظار، تقدم الطلبات للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، تتم معاينة المكان من قبل الحي خلال 2 من تقديم الطلب، بعد المعاينة يتم دفع رسوم الانتظار بالشهر، قيمة الرسوم 300 جنيه مضاف إليها الضريبة، الأفضل الدفع بالفيزا لتجنب دفع رسوم إضافية عند الدفع كاش، يتم إصدار إيصال ولافتة باسم المشترك ووضعها مكان حجز السيارة، يتم وضع حواجز بمكان حجز انتظار السيارة لمنع وقوف سيارات أخرى، يتحمل المواطن تكاليف الحواجز ويشتري الحواجز بنفسه. من الممكن أن تدفع رسوم سنة كاملة دفعة واحدة. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وقولوا لنا رأيكم في هذا القانون الجديد، هل أنتم معاه أم ضده؟ جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة، تضغطوا على كلمة متابعة فوق الفيديو بالأزرق وتعملوا مشاركة لو استفدتوا من الأخبار اللي قدمتها لحضراتكم النهاردة، وتعمل أعجبني أو لايك على الفيديو. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.